أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين. فصائل المقاومة تحذر من أن الهدوء الذي تشهده الأراضي العراقية في المساحة التي تتعلق في الجانب الأمريكي هي هدنة تتعلق بالاستقرار وإعادة التنظيم وترتيب أوراق الفصائل بالتزامن مع العمليات التي حصلت خلال الفترة الماضية. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نبحث إمكانية أن يكون هناك عمل حكومي حقيقي يتمثل في إنهاء مشكلة وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية دون أن تكون هناك خسائر سياسية واقتصادية في الفترة القريبة أو بالتزامن مع بداية العد التنازلي لإنهاء وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية. ونسأل أيضا عن الأسباب التي تمنع الحكومة العراقية من إصدار خطاب رسمي يتعلق في إنهاء هذا الوجود والاكتفاء بمخاطبة التحالف الدولي بضرورة إنهاء المهام. ومهام التحالف الدولي هي واضحة وبدأت منذ دخول تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية، وإذا ما أردنا نتحدث عن وجود القوات الأمريكية فالأمر مختلف تماما. ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة من خلال القائد العام للقوات المسلحة عن أن العمل جاري على إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في الأراضي العراقية، تأتي واشنطن في أكثر من مرة وتؤكد على أن الانسحاب غير وارد وأن الحوار بين بغداد وواشنطن لا يناقش فكرة إنهاء وجود القوات الأمريكية. لماذا هذا التفاوت في البيانات والخطابات واختلاف المفردات على مستوى الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية؟ ونسأل أيضا عن إمكانية أن تنسق القوى السياسية فيما بينها المواقف من أجل حسم هذا الموضوع والظهور للعلن بخطاب موحد ينسجم مع تطلعات الحكومة التي تؤكد على ضرورة إنهاء هذا الملف بشكل سريع. إذن هل من الممكن أن يكون هناك إجماع واتفاق وطني في هذه المسألة وتتحدث كل القوى السياسية بنفس واحد وبخطاب واحد يؤكد على ضرورة دعم الحكومة رغم البيانات التي صدرت في فترة سابقة من تحالف إدارة الدولة وهو يؤكد ويتحدث عن أن كل التحالف هو داعم لإجراءات الحكومة في مسألة إنهاء وجود القوات الأجنبية، في حين أن البيانات الشخصية والحزبية لقوى سياسية متعددة كانت مختلفة عن ذلك البيان الذي صدر من تحالف إدارة الدولة. وأيضا تلك الجلسة التي عقدت كانت المواقف فيها واضحة. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو. رسالة عبد الرحمن الجزائري نائب أمين عام رئيس حزب القسم الوطني، أرحب بجنابك كل الترحيب أستاذ عبد الرحمن. وأيضا الأستاذ ليث أستاذ إبراهيم الدليمي، أرحب بجنابك كل الترحيب أستاذ إبراهيم. مستقبل حياك الله أستاذ إبراهيم. وليبدأ منكم شيخ، أريد أسأل حضرتك عن البيانات أو البيان الذي صدر اليوم من فصيل من فصائل المقاومة والذي يؤكد دائما على أنه يتبنى فكرة المواجهة وإخراج القوات الأمريكية. حركة النجباء اليوم أعلنت أن ما نشهده الآن ربما هو الهدوء ما قبل العاصفة، وبالتالي يؤكد على استمرار الضربات. هل يمكن أن نقول أننا أمام فترة حوار سياسي ينهي هذا الملف، ملف القوات الأمريكية في الأراضي العراقية، أم نحن أمام مواجهة قد تكون أوسع وأكثر ضررا وتأثيرا من المواجهة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير للجناب كل استضافة، وأيضا تحية لأستاذ عبد الرحمن والمشاهدين الكرام والأخوة الكادر الموجود. البيانات دائما تصدر من هذا الطرف او من ذاك الطرف، من هذا الفصيل او ذاك الفصيل. وصلت مرحلة تدري جنابك البيانات اللي تصدر من فصائل المقاومة بدأت الادارة الامريكية بنفسها ترد عليها على مستوى رئيس اركان وغيرها غيرها، الى مستوى وزير الدفاع نفسه طلع قال انا ما رديت، كنت مريض، هسه انا راح ارد، وبدأ يرد. هاي معناها ايش؟ تعطيك مؤشر، تعطيك مؤشر انه الادارة الامريكية تدرك تماما انه المقاومة العراقية ممكن يعني إذا تريد تركز ضرباتها ممكن تؤدي إلى خسائر لوجستية أو خسائر بشرية بقواعد العسكرية الموجودة في أكثر من مكان ومنطقة. ولكن وهنا هنا هنا صلب الموضوع، ولكن هل تستطيع المقاومة الأمريكية أن تجعل من المقاومة العراقية أن تجعل من القوات الأمريكية أو من الإدارة الأمريكية
أن لا تتلاعب بنا بموضوع النفط وموضوع الدولار وموضوع تجهيزاتنا من الأسلحة الأمريكية. هالنقاط ثلاثة يجب نخليها على الطاولة ونفتهمهم. اثنين، القدرات اللي موجودة عند الجانب الأمريكي قدرات كلية نعرفها. نعم المقاومة رجال شجعان ما عندهم قصور، تصنيع من عندهم دي يصنعون هم، بعض الأحيان تزودهم دول مجاورة هم دي يشترون، هذا ما لي دخل بي أريد أحكي لي. لكن اللي أريد يعني أوصل له، هل نحن في حالة حرب مع الجانب الأمريكي أو التحالف الدولي؟ طبعا لا. نعم، أقول لك أنا في حالة حرب كمقاومة. كمقاومة. أنا هنا أريد أقود إلى مسألة أخرى. أنا عندي حكومة منتخبة، تمام سيد؟ نعم. الحكومة تمثلني، والمقاومة المسلحة والفصائل المقاومة والحج الشعبي كلهم يقولون إحنا نأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. هنا دخول السيد السوداني والحكومة العراقية بخط المواجهة، وجراءة السيد محمد الشاعر السوداني في طرح موضوع إنهاء الوجود، ما قال القوات الأمريكية، قال قوات التحالف الدولي. بالتالي إجا وفد وراح وفد وتفاوضوا. الفكرة وين وصلت؟ وصلت أنه لازم نسوي جدولة، أما تيدني رأسا أنا أطلع وفرغ لك الساحة باعتراف الحكومة. بس القرار. الجانب الأمريكي جاي أكد أنه حتى جدولة ماكو. لا هسه احنا الجانب الامريكي، انا مالي شغله بامريكا، انا عراقي اتبع الحكومه مالتي، حكومتي شو ايش قالت؟ انا مش ورا حكومتي. بس انت عندك وجهه نظر حكومه وجهه نظر مقاومه. هنا انا اشتغل بيمن. هنا انا اشتغل بالحكومه. ليش؟ لان المقاومه اكيد لها اذرع ويا الحكومه، او الحكومه تقدر تاثر عليها عن طريق هذا الشخص او ذاك الشخص، عن طريق هذا الجهه او ذيك الجهه. لكن بشكل عام طالما صارت التحالف الدولي دز عده وفود، ورومانسكي ايضا جاءت هي ومساعد وزير الخارجيه وغيرهم جاء وفود، اذا احنا نقول الخطوات اللي اتبعها السوداني خلي مثل ما تفضلوا الاخوه الاعزاء في حركه النجباء، هذا الهدوء خلي استثمره. الان لا هو اقول لك مو هدوء، انا جاي ارتب اوراقي. لا خلي اوراقي انكشفت. اوكي رتب اوراقك، لكن انا اريد اقول شغله. ذهاب السيد السوداني رئيس دوله رئيس الوزراء الاتحاد الاوروبي وجوله بهولندا بالمانيا باقي الدول، ابلغهم بشكل رسمي وابلغ رئيس التحالف الدولي ورئيس تحالف القوات الاطلسي. هذا التحالف الدولي، لكن القوات الامريكيه وضعها غير. مو هنا اللعب السياسي. انا ما اجي انفرد بهم لا، انا السيد السوداني ايش يسوي؟ ده يقطع يا هولندا، ترى انا ما محتاجهم، لكن احتاج دعمهم احتمال الجوي، احتاج انهم يقطعون علي النفط، احتاج ما يقطعون علي العده مال البرامز والاف 16 وغيرهم 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 حتى يلعبون. يسوي ضغط دولي وضغط اوروبي باتجاه الحكومه الامريكيه والاداره الامريكيه لاقناعهم بالتخفيض او اعلان سنه او شهر معين للخروج. هذه راد لها حديث على اعتبار انه هناك فرق في مهمه التحالف الدولي عن وجود الجانب الامريكي. راح اناقشك بها وفرق البيانات في هذه النقطه. راح بجنابك استاذ عبد الرحمن، وخليني اسالك عن البيان اللي صدر اليوم. ربما كانت فترة هدوء، فترة استقرار، وفترة حكومة في هذا الملف في هذه الفترة الأخيرة بعد العملية اللي صارت ببغداد، هدوء ومواقف دبلوماسية وسياسية فقط. بيان الشيخ أكرم الكعب اليوم يأكد به على أنه اللي جاي نعيشه هو فترة ترتيب أوراق، وربما هي فترة ما قبل العاصفة. إلى أي حد يمكن أن نقول أن حكومة السيد السوداني أمام حرج قادم، وهذا الحرج قد يكون كبير هذه المرة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية خاصة لضيفك الكريم. شكرا. من قناتكم. وللتوضيح أنا النائب يعني الأمين العام، نائب الأمين العام الوطني والقيادي في ائتلاف دولة القانون. زين. أنا من لا يزعلون. تريدين اثنين؟ طبعا. زين. أستاذ النائب المقبول. زين. جزء من الإطار. احنا ناخذ واحدة من البسيجي، منو اللي تريد؟ تفضل. والله الشرف أن عندنا قيادات يعني ائتلاف دولة القانون. على ما يتحدث به اليوم الإخوان المقاومة الإسلامية بعيدة كل التوجه عن توجهات السيد السوداني. بعيدة. أكيد طبعاً. لا يعني أي كل الضغوطات اللي عمل بها السيد السوداني خلال القيادات الموجودة، من خلال قيادات الحاج هادي العامري، قيادات الشيخ قيس يعني الشيخ الكعبي للنجباء،
أبو أعلى كل القيادات المتمثلة اليوم بجزء منها من المقاومة لا تستطيع أن تلبي رغبات اليوم السيد السوداني من طرح صفر أبدا، ماكو توافق نهائيا في كل قضية أنه اليوم المقاومة لها مشروع بالعراق قائمة على المشروع. لا تستجيب المقاومة جملة وتفصيل إلا بالضغوطات الأخيرة التي بيان كان لكتائب حزب الله أنه تؤجل فقط طبعا. ليست توقف العمليات لكن تؤجل العمليات وتعطي فرصة على نبتعد من قضية حرج السيد السوداني. جيد. أما ما يتمثل بموضوع الحكومة والإطار واليوم إيه هذا البيان اليوم ما يشكل حرج للحكومة والإطار؟ لا 100% هذا يشكل حرج كبير، والسيد السوداني في مأزق من أمره اليوم، يمر اليوم بأزمة كبيرة مع اليوم الأمريكان أو قوات التحالف. أزمته وين اليوم؟ ويا الأمريكان أكبر ويا الفصائل؟ لا مع الثنين. نعم الأمريكان لا يستجيبون اليوم لقضية طلبات السيد السوداني ببقاء جزء من قوات التحالف بمجال التدريب والتسليح وما شابه ذلك. بقاء القواعد الأمريكية ثابتة، بقاء أكبر سفارة اليوم في الشرق الأوسط ثابتة اليوم لا تتغير، إلغاء 13 فقرة من ضمنهم قضية موضوع هيئة الحشد الشعبي وتحويل الفصائل المسلحة إلى فصائل رسميا. يعني وين هذه فقرة الغاء هيئة الحشد؟ هذه طلبات الأمريكان، ماكو حديث رسمي. لا لا هذا أنا دا أحكي لك تحت الكواليس، أنت تريد مني؟ لا هو الحديث عن الفصائل. إحنا الرسمي موجود بالتواصل الاجتماعي. لا ما يحتاج نحكي. إحنا العناوين. أنا جاي أحكي لك اسمح لي. صعب عبد الرحمن. شرط من شروط الولايات المتحدة الأمريكية حل هيئة الحشد الشعبي. ما تعترف بها. هي نعم رسمية. هذا الشرط مقابل شنو؟ مقابل أنه تتوقف جميع العمليات على قادة الحشد، توقيف جميع عمليات الطائرات المسيرة في العراق، استقرار الوضع الاقتصادي في العراق والتحكم به من ضمن المصرف الفيدرالي الأمريكي، وهذا يتحكمون به تحكم قوي طبعا جدا. بالتالي كل هذا النية موضوع أمام السيد السوداني. اجتمع الإطار مع السيد السوداني، والسيد السوداني أوصى بأني أنا أتعهد أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد لتعهد كامل أن نرجع على ورقة الضمان اللي هي الورقة الأمنية المشاركين بها قوات التحالف مع الحكومة العراقية ضمن اتفاقية 2014 و2011 السابقة. الإدارة الأمريكية ما استجابت لهذا الموضوع بعد القضية اللي صارت في الأردن. اليوم تغيرت الآن، لغيت هذه الأوراق طبعا، جزء الآن من السفارة الأمريكية لا يتواجد في الخضراء، ارتحلوا طبعا. بدت الصراعات وبدت اليوم ضرب اثنين من القادة الحشد اليوم. السفارة الأمريكية فارغة؟ اي نعم موجودة. السفيرة الأمريكية وين عنها؟ موظفين السفارة الأمريكية قبل 14 يوم ارتحلوا بطائرات الى الدولة المجاورة الأردن. والسفيرة وين؟ السفيرة موجودة طبعا بالتالي، بس مو بنفس المكان طبعا، بأكوعتهم مواقعهم لكن السفارة فارغة. لا السفارة ما بيها، بس الحرس الموجودين اللي خارج البوابات اللي هن 21 بوابة. زين هذا ما يشكل خطر؟ طبعا يشكل خطر أكيد، يعني ماكو تمثيل دبلوماسي. لا احنا مو ماكو تمثيل، بس هذه هي عتها رعاية اليوم خاصين بها، تخشى أن رد الفعل بعد ضربة أبو باقر الساعدي وبعد ضربة أبو تقى أن تكون هنالك هجمات في الخضراء، وبالتالي طريق الخضراء مفتوح الآن، تدري أنت خط السير مفتوح ما بين التوجه بين الكرادة والجانب الثاني، فبالتالي ممكن أن تخترق يعني، فبالتالي ما تعتمد على القوات الأمنية العراقية اللي في داخل الخضراء اللي هو الرئاسي بحماية اليوم السفارة الأمريكية، فبالتالي إذن فرغت جزء من رعاياها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني فيما يخص السوداني والإطار، الإطار حقيقة بين أمرين اليوم، لا يقدر يتخلى عن المبادئ والقيم اللي تقول اليوم على كل عراقي شريف غيور أنه ترتحل القوات الأمريكية. ليش؟ لأن الأمريكان ما استجابوا لوزارة واحدة من العراق، مو وزارة المالية الاقتصاد العراقي أبدا، ما استجابوا لوزير الدفاع، الوزير الدفاع أقصد السابق. هذه النار الأولى. النار الثانية؟ النار الثانية اليوم تدري متبني مشروع المرجعية، ومشروع اليوم جزء من أنه من الشيعة متبني مشروع خروج الأمريكان، لكن الجانب الثاني والاختلاف السياسي اللي هو الموقف الكردي والعرب السنة يرفضون اليوم خروج الأمريكان. يرفضون؟ طبعا. من اللي رافض؟ رافضين. بالجلسة ما حضر بس 84. هسه أنت عندك بالإطار، مو كل الإطار حضر، تقدر تقول الإطار. اسمح لي خلا أجيك على التفصيل. ما تحسبي. ليش الإخواني؟ إحنا قعدنا وياهم بالتالي.
هسه راح اتحدث لك. لا هسه راح نسال الشيخ. اسمح لي. لا ليش ليش طلبوا من يمنا؟ طلبوا ضمانات من الجهة الشيعية، يعني من الإطار الشيعي، خلينا نقول مو الإطار التنسيقي، إدارة الدولة، طلبوا ضمانات وخصوصا أن يتعهد بها السيد السوداني. اللي هي؟ اللي هي جزء من يمها طبعا أنه تبقى القاعدة مع الحريري اللي هي تبعد أكثر من كيلوات إلى مطار أربيل، هذه أن تبقى طبعا. أيضا حماية اليوم الحدود ما بين أنه ما تكون طائرات مسيرة من خلال اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرب بقضية موضوع اليوم تواجد إسرائيلي كيان صهيوني كذا، هذا هم يردونه هم فيردون ضمانات. العرب السنة عندهم أربع شروط كقيادات، واحدة منها قانون العفو العام الذي لحد الآن قرأ قراءة أولى وما تكمل، يردون تكملته، هذا واحد. موضوع النازحين وما شابه ذلك، وأكو من يروم من قيادات اليوم السنية لأن يكون أحقية في قضية النفط بموضوع الأقليم. تمام أستاذ عبد الرحمن، خليني بهذه النقاط مع الشيخ إبراهيم. لماذا تربط قضية استراتيجية تتعلق بأمن الدولة بسيادة الدولة، مثلا وجود قوات أجنبية وضرورة إنهائها، يتم ربطها في قضايا سياسية من المفترض أنه يتم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية كقضية قانون العفو العام وقضية النازحين وتفاصيل أخرى ذكرها الأستاذ عبد الرحمن؟ يعني ماكو ثقة بالشريك؟ يعني بداية اسمح لي انه يعني اتمنى تصريح وانا مسؤول عنه. اللي تفضل بي اخوي العزيز استاذ عبد الرحمن ما موجود اطلاقا، ما ناقش اي قيادة سياسية سنية ما فرضت اي كلام من هذا. هذا الكلام اللي تفضل بي جناب الاخ عبد الرحمن السيد مدقيق. لا هذا اخوي العزيز شلون اقول عليه مو دقيق، بس مو دقيق اذا المعلومة ما في شيء مفردة بس غير دقيق. هاي مطالبها، هاي المطالب انت تدري انا اجل انا اجل لك كل الاحترام. اسمح لي انت هو قال كلام، انت كلام شنو هلا رد اترد. هاي اللي تفضل بهن جناب السيد هذني احنا متفقين بهن بمنهج الحكومي الفقرة 29 و27 كلهن يعني موجود عندي. مال موضوع القوات التحالف الدولي واحنا رافضين واحنا عندنا هاي شروط العفو والنازعين ذني موجود عليها ومصوت عليها مجلس النواب ومصوت عليها مجلس الوزراء وانتهى موضوع ذني. اذا مو اليوم بعد شهر بعد السنة العفو والنازحين وغيره يطلع اساسا للعلم بالموازنة التعويضات مال النازحين وارجاع واعطاهم مبالغ لإكمال بناء بيوتهم النازحين هاي موجودة بالموازنة وقرت يعني هاي احنا الاتفاقات. ليش ما تريد الامريكي يطلع؟ هذا قرار حكومي من يمثل؟ محتاج دعمك انا وياك دعمك بس على ما حضرت الجلسة. انا حضروا عندي ثلاثة اربعة بس انت من مجموع خلينا نقول 40 واحد بس انت فوق ال 210 218 واحد ما حضروا بالك. ليش ترجع لي استاذ ابراهيم؟ ليش ترجع لي على ال 210؟ انت انا حقيقة لو حقيقة اسمح لي انت تقول 3 4 وسؤال استاذ علي واضح. احنا خلينا نحكي بصراحة للجمهور، احنا جمهورنا هم يريد من يمنا الحقيقة. انا نوبات من اتحدث طبعا لربما امس الجهة اللي انا تابع لها ولكن انا اتحدث بحقيقة. ثاني يوم من يعاتبوني اقول لا تعاتبوني، انا حكيت ما دار بالاجتماع وسمعته وانا كنت جزء منكم. انتم اليوم العرب السنة رافض رفض قطع خروج الامريكان، انطينا الاسباب. انا اخوة ذكرت رافضين العرب السنة، هذه ضمانات مطروحة من قادة السنة. خلينا نسمع مطروحة طول بالك يا وياي يلا بخدمتكم. رافضين ما عندنا اي اجابه ولا ضاغطين ولا انا مسؤول عن كلامي ولا ان دخل بهاي النقاط اللي تفضل بها الاربعه من موضوع خروج الامريكان او قوات التحالف الدولي. ارجع واكرر هذين الشروط الاربعه او من ضمن المفاوضات اللي اجرت على تحالف اداره الدوله وضمنت بالمنهاج الحكومي وصوت عليها وانتهى. يعني ما اقدر اجي انا اليوم شغله موقعين عليها وصوت عليها مجلس النواب على المنهاج الحكومي ومصوت مجلس الوزراء عليها واجي اقول له لا بيطلعوا الامريكان اذا ما تطلع لي العفو العام. هذا مو شغل قيادات وسياسه، احنا القوات الامريكيه تناقشت عليها بالبرلمان وصدر قرار من مجلس النواب العراقي سابقا باخراجهم، انتهى الموضوع. حضر سني، حضر كردي، حضر كذا، لكن خلينا نحكيها بصراحه، الصراحه اليوم مو كردي سني دعم للاطار، اليوم عندك رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحه يقعد مجلس الوزراء يقرر ويصوت بالاخراج، بالاخراج خلص ويعلن بشكل رسمي
اطلعوا يا قوات التحالف الدولي. عندك مخاوفك والكردي عنده مخاوفك. انت انا عندي مخاوف من مين؟ خلينا نحكيها بصراحه. اي مو هذا السبب اللي جايك اني لا مو هنا لازم نفصل. القرار انت قائد العام للقوات المسلحه وانت الاطار انت القائد بس المسلحة. تريد مني ضمانات. انا شو اريد من عندك؟ اريد باشر عقبه لا تخلي الامريكي مره ثانيه يجيب طياراته ويجي. سيطر لي على الامن، سيطر لي على السلاح المنفلت، سيطر لي على باقي الخروقات اللي تصير هنا وهناك، وانا ما عندي شيء بيدي بيده ثاني، هاي الرمادي امينه، صلاح الدين امينه بها لحد الان بها حشد، بس المشكله وين؟ المشكله الخوف من الصراعات، ترى القضيه الامريكيه مو قضيه عراقيه. يعني قضية التحالف الدولي وقضية القوات الامريكية مو قضية عراقية، القضية ترى قضية اقليمية. واقول لك من شروط حل الحشد. لا هذا تدخل بالشأن الداخلي، أنا ما يجي الأمريكي أو الأوروبي أو الإيطالي أو كائن من يكون يتحكم بي، لأن أنا ما متحكم به، هذا قرار سيادي عراقي. الحشد قدم تضحيات، قدم شهداء، قدم كذا، ذاك اليوم من صارت قالوا أكو قسم اللي قتلوا مو قيادات الحشد بس أخذ مكة أمريكا الأمريكي سيد هذا تناقض. لا تناقض بين تناقض من اسمح لي، لما أمريكا تعترف بالحشد ما تقتل قيادات الحشد، هي قتلت قيادة. لا ما انت بدك تخليني اكمل فكرتي. إيه لا سيد لا على مود انا اربط لك الفكره. لا انا لا فكرتي تختلف. انت تقول الحشد اليوم قدم ما قدم، وانا وياك وكل العراقيين يشهدون الحشد اربع سنوات ضحى وقدم، لكن امريكا الان تتعامل اسمح لي بضرب قيادات الحشد، تعتبر انه لا وجود للحشد. هذه من الشروط الموضوع على السيد السوداني ترى. هي تتعامل مع انها قيادات في الفصائل واشنطن. هم قيادات بالحشد حدث عن اهداف عاليه تقييم. استاذ علي حبيبي اللي استشهدوا ورحمه الله على روحهم، وقابلهم القاده اللي هو ابو مهدي المهندس نائب الحشد، نائب قيادي اليوم كبير. خلي كمل فكرته استاذ ابراهيم تفضل. خلي كمل هو. لا لا يرجع له يرجع له لوقتك تفضل. لا وقت كل ما بعت شنو تفلي شوف راحت الفكره من بالي. لا هو مو وقت والفكره انا مداخله مو مقاطعه مداخله لتوضيح الفكره. تؤمر بس انا من انت تترك فراغ بالحديث. خلي الرجل يسترسل صراحه. لا خليه تفضل. لا بالعكس وقته يسوي وقته وكل ساعه قال لي وقته راجع لي بعد ما يتقاطع جاوب. يعني انت الساده كلها في دوام لا ترجع لي جاوب. انا قصد وين؟ القصد انا مالي دخل يجيني الاردني البلجيكي الهولندي الامريكي يتحكم بي. انا بلد ذات سياده وحكومه منتخبه انتخابات ديمقراطيه وانتخبت برلمان وانتخبت حكومه وانتهى الامر. هذا الامر انا وين ذا اقصد يا استاذ عبد الرحمن؟ يعني قبل فتره لما طلع كم واحد من قالوا الاقليم السني تتذكرها؟ طلعت حوالي يعني حوالي 10 12 لقاء على هذا الموضوع. قلت انا حكايه قلت هاي يعني وهسه ارجع اقولها اساسا المناطق السنيه هي انا بوجهه نظري عيب واحد يقول اريد اقليم سني وغيره، لان اختلط الدم ابن البصره وابن الجنوب وابن الفرات الاوسط بالاراضي هاي، فلا حد يقول هاي الي. شوف انا راح اربط لك. ما اقول لك هذا المشروع هم بعده موجود مشروع الاقليم. والله ما يصير طالما استاذ علي سيد فاق زيدان بناء على بس اقول لك طالما احنا عايشين وخشبنا يشتم الهواء فلا اكو بهم زلمه يقدر يسوي اقليم. شنو المشكله؟ ماده دستوريه. لا هنا انا ادري الماده 119 تقول كالاتي بها شقين وانت ترى كلها لامهم هم وين يستندون على 119 اليف تقول ثلثي اعضاء مجلس المحافظه. يعني هذا المشروع ممكن يصير يغادر الامريكي بناء على اتفاق ويرجع اذا صار اقليم. لا الانبار لا 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 ماكو هذا مثل ما هو اليوم موجود بكردستان. هذا الانبار اقليم خط 32 و34 بال 90 91 اللي صار على اقليم كردستان وقام يقطعون جزء من رزات العراق النفطيه بعد ال 96 نفط مقابل غذاء ويطول كردستان وبنت شبه دوله بها وبها برلمان ورئاسة وزراء. هاي تفرق اليوم انا تجيني خلينا نقول على الانبار تمام. اذا اريد اسوي بها اقليم من رئيس الاقليم معروفين 6-7 وبيناتهم متناطحين دائب ديب دا اليوم ياكلون السوق ما ترك البوسه الحاكم واضح ومعروف. اذا انا ما اريد اسوي اقليم عائلي، انا اريد اسوي اقليم فدرالي يبنى على قانون صحيح قانون رقم 21/2018 ب فراغات هوايه ما محكم عليهم. انا بديت الساعه خلي يصير اقليم بس يلتزم بالقياده العراقيه ويلتزم بال كمنظومه سياسيه سنيه مع قرار اخراج القوات الامريكيه داعم مع القرار بدون شرط. انا نيابه عن القوى السنيه اذا تريد اعطيك اسمائهم انا اقول لك اياها وعلنا القيادات السنيه والمكون السني مع ما يختاره السيد القائد العام للقوات المسلحه ومجلس الوزراء.
استاذ عبد الرحمن كنت بمسؤولية الان. استاذ عبد الرحمن واضح يقول لك اذا تريد اذكر لك اسماء قيادات، نحن مع قرار القائد عام القوات المسلحة اللي يمضي في هذا القرار في مجلس الوزراء وسنكون معك. خلاص القضية يم الاطار وسيد السودان طبعا محترم رأيه ولكن مو دقيق. كيف مو انا انطيك الادله يعني دعاني هي القيادات الخط الاول كلامه مو دقيق وهو قال كلامه تقل لا, لا بس بثواني انا بثواني ما يصير نتحدث بدون دليل بثواني لو نتحدث بالورقه والقلم قدم الدليل عندي دليل انا عندي دليل يلا انا عندي دليل كل هذا انا قلت لك اليوم الامريكان لا يعترفون بقضيه الحيد الشعبي وبالتالي الدليل على انه القيادات السياسيه السنيه طلبت هذا الشيء العاقل بما يتحدث هذه قضيه خليها بانظار اليوم الوضع اليوم انت تريد تفك العقده هاي ليش السنه ما يقبلون ليش الاكراد ما يقبلون ليش الشيعه متبني المشروع هذا شنو السبب اكو متداخلات عند الشيعه تختلف عن السنه اليوم العرب السنه اكو اليوم اختلاف بين الاقليم بين المركز ولد اليوم ان القوه تكون بالتواجد الامريكي كحمايه اليوم لهم انا مو اقول اليوم العرب السنه رافضين المشروع لانه اليوم لانه يريدون ضمانات من الشريك انا دا اقول لك انا دا اعترف لك اليوم الشريك اليوم اقول لك انا هذه ماخذها بالمناهج الحكومي العفو الان يتحدث استاذ ابراهيم يقول انا نيابه عن العرب السنه اليوم مع قرار رئيس الوزراء جيد طيب اوكي التصريح موجود للسيد الحلبوسي من كان رئيس البرلمان العراقي قال هذا القرار خروج الامريكان هذا قرار شيعي يتحملونه هم احنا ما نتحمل في وقت طبعا اكيد يعني يقول لك امضي انت الدوله انت الحكومه امضي استاذ ابراهيم لا تقاطعني ما يصير هاي شنو ما يصير والله قاطعك اربع مرات قاطعك اربع مرات لا لا عشان انت تجيب الجمل بما حمل لا اذا استاذ عبد الرحمن كم اتفق لا تحكي باسم السنه لا تحكي باسم السنه احكي باسم الاطار وانا اتحمل كلامي عن السنه انا اتحدث اقول لك سنيه انا مسؤول على المواقف السنيه السنه لحد هاللحظه وانا قاعد بالاستديو مسؤول يسمعوني هم اخواننا هم لحد الان لا يقبلون بخروج الامريكان هذا حكي هذا حكي هذا رايي استاذ ابراهيم ليش ما يقبلون حبيبي يقول لك احنا اليوم طبلنا داعش اليوم وحواضن داعش الان موجوده في سوريا ولا يزال اليوم الوضع الامني غير مستقر نازحين عندي العفو العام انت ابو اداره الدوله وقعت وياي وانا بس قراءه ولا قراته اليوم مطالبني جمهوري انا ما اكون شريك وياك هذا حديثه منطقي اسمح لي انا قبل يومين مو بعيده بقناه زاغروز رجعوا انتم واحد قيادات السنه قال مستحيل هذا الموضوع يصير انا ما عندي ضمانات مع الشريك ما عنده ضمانات من احد القيادات السابقه هسه اترك اكتب لي انا تذكر اكتب لي حتى اقول لك قيادي او مو قيادي اسمح لي اليوم اذا اريد نقرا المشهد بصوره صحيحه احنا هذه مال والله رئيس الوزراء شو يقرر هو يعرف كل لا من يقرر رئيس الوزراء هم الاخوان يقولون اسمع صفته قائد عام القوات المسلحه قضيه مصيريه ليش مجلس النواب بنصوت على القرار بناء على حديث رئيس الوزراء سيد عادل عبد المهدي في حين في مجلس النواب وتم التصويت وشنو اللي صار وين عادل عبد المهدي وانا السيد عادل عبد المهدي نفذ القرار نزل التشريد وطيروا لك يا الامريكان وانتهت الدوله كلها ما يطير السيد السوداني صار له كم شهر ياكد على الخروج السيد السوداني اذا ما اليوم وجد حل مع الاداره الامريكيه وقوات التحالف ايضا لربما انا اقول لك يكون توتر بالشارع العراقي وانا مسؤول عن كلامي كل شيء يصير انت تتوقع من الامريكان اليوم لان الامريكان مسيطرين بقضيتين قضيه الجو اليوم يمتلكونه والوضع الاقتصادي خلينا نكون واقعيين يا عمي اليوم الدولار بيديهم مو بيدي انا مبيعات النفط اليوم اجيبها هنا هذا حديث المقرضين على الخروج الان يقول لك انت الان غير مهيئ استاذ عبد الرحمن انت ليش تناقضني انت مره قيادات تصرح تصريح واستاذ ابراهيم ينفي تصريحهم مو انا اللي يقول قياداتهم هم يقولون من صبرين القيادات يا اخي مو حكي مبهم هسه انت تقول لي اول البارحه ويا احد القيادات ايه؟ صميني حتى اروح هسه اقعد ويا الشيخ خميس ويا مثنى ويا الحلبوسي ويا الرافع ايه؟ ويا صالح ويا كلهم اقول لهم فلان صرح عنكم انت تيجي لامريكا ما حبيبي قياداتكم اللي بالبرلمان ما اجت صوتت وين ربعك انت بالبرلمان 200 علاقه بيا انت ما لك علاقه بيا صح ولا لا؟ علاقه بيك انت خليك وياي هسه راح تخلي لما نتصل لا استاذ عبد الرحمن هسه راح تخلي هي تشاوريه كانت بس اسمح لي تشاوريه ما راح احكي وين بالمكشوف لا لا خلي احكي بعد بالمكشوف سياسه ماكو القياده شيعيه
مجلس الوزراء يحكمه حسين محمد الشيعي السوداني وهم الأغلبية مجلس الوزراء بالبرلمان. أنت الأغلبية، أنت صوتت طلع لي قرار من الدولة العراقية، إذا طلع قيادة واحد سني قال لك ما اعترف بهذا القرار بخارج القوات أنا أكون مسؤول قدامك، بس اعطيني أسماء القيادات السنية اللي تقول لك احنا فارضين. خلاص اعطيني حق المسؤولية واتخذ القرار، اتخذ قرارك روح. عطتهم أنت القادة السنة اليوم اللي هم شركاء بالعملية السياسية وعندهم مقاعد بالبرلمان وعندهم وزارات وعندهم محافظين، زين زين الحلبوسي وخميس الخنجر وغيره وغيره، ذولي كليتهم اليوم عندهم قناعة اليوم بخروج الأمريكان؟ ها؟ عندهم قناعة بما اتخذ القائد العام للقوات المسلحة وتبليغهم رسمي إليه بما يمضي به القائد العام للقوات المسلحة حتى يتحمل مسؤوليته. انتم ما حضرتوا بيها هسه عم هسه ما حضرت الشعارات. لا اله الا الله، يبون تتتبع على بعض ما حضروا. هو قرار حكومي لو برلماني؟ لا هو مشترك. لا شو مشترك؟ لا لا مشترك، اسمح لي. القرار الحكومي ايضا قرار البرلمان غير ملزم. لا لا اسمع لي زليل، انت عندك قرار سابق. اسمعني اسمعني، اذا القبة التشريعية انطت قرار قرار تشريع قانون، اسمح لي. هسه التشريع احنا عندنا عندنا مو عندنا ذاك اليوم بعد هي التشاوري على شنو احنا؟ ايه. هو احنا كنا نتناقش على قضيه خروج الامريكان، ليش؟ لان اخلوا بالاتفاقيه الامنيه وضربوا قاده من الحشد وقيادات ايه. الحشد تابعه لرئيس الوزراء ايه. اللي انت اليوم تقول لي هو اليوم القرار بيده. انت تقدر تنهي الاتفاقيه الامنيه بشعار؟ رئيس الوزراء يريد مشاركه حقيقيه، ما يريد شعارات. السيد محمد الشاعر السوداني جاب اوراقه واجا قعد ويا الاطار وقال لهم يلا انتم بذلك. انا خليني اسالك كاطار وكسوداني، ليش ما يتحملون المسؤوليه وينهي الوجود الامريكي دون الرجوع للموقف السني والكردي؟ ما ممكن، صعب استاذ علي. انت ليش ما تصوتت بالدوره الماضيه؟ تريد ترجع للدبابه تفطر بشارع بغداد وبالمحافظات، اسمعني، لو تريد وحده شلون ترجع الدبابه؟ ترجع الدبابه عمي الله وكيلك. انت تريد تطلع وعندك فصائل، شلون ترجع؟ ما ممكن، راح يصير دماء حبيبي. انت اليوم ما عندك دماء بين من ومن؟ العراق ما عنده تسلح 100%. احنا قرار، احنا ايش قلنا؟ اسمعني، احنا قلنا يبقون مستشارين، مو تبقى قوات قتاليه. افهم الموضوع اليوم، خلي يتفرسن الموضوع. القوات القتاليه الان تطير طيارات تضرب اليوم عراقيين. اليوم الوضع، السلم الاهلي ما عندك سلم اهلي، انت تطلع بالشارع الان كلها في قلق اليوم، كل القيادات في قلق، الشعب العراقي في قلق بسبب اليوم الطائرات الامريكيه. انا شنو اللي اقوله؟ ردت الاخوان يتعاونون وياي بالقبه التشريعيه بعد ما نتشاور، واني انفذ لهم طلباتهم. شنو طلباتهم؟ كلها بسيطه. اليوم خوفا من دخول المناطق السنيه داعش، انا اقدر امن لهم المناطق هذه، مو صعبه اليوم. وزاره الدفاع، الجيش، السلاح المنفلت يقول لك هسه السلاح المنفلت احنا ما نقدر نشخصه، وين السلاح المنفلت؟ شوي طيب يعني استاذ علي، السلاح المنفلت ما موجود بالانبار؟ السلاح المنفلت ما موجود بالموصل؟ وين بالانبار؟ موجود، ليش ما موجود يعني؟ قضايا حدد اياه حتى حدد هو. انا ما اقدر احدد، عد الاحزاب اللي عندهم، عندهم هم اسلحه وعندهم يعني، ما معقوله هسه تقول لي انت المحافظات ما بيها اسلحه. بس انت بس السلاح المنفلت عندنا، انت مسيد الاحزاب السنيه عندها. بلا دقيقه استاذ علي بروح سلحها الاحزاب. عمي اقول لك استاذ علي، اي برجع لك. مو ترى هيك، هذا مو صحيح، هذا الاسلوب مو صحيح. بحظك ببختك وانت سيد يحاسبك عليها الله. اكو سلاح منفلت بالمناطق السنيه مو بصور راسه قص. من يقص راسه؟ قيادة الشرطة والأمن والاستخبارات والمخدرات. والله بالأنبار أمان، إذا تبغى من فرقة واحدة لك واحد يشيلك. منها صياح من قادمون يا بغداد ويهوسون. باوع هاي الشعارات ما تخلص. باوع. يعني هاي والله يلا وتريدني تريدني أحط إيدي بإيده. باوع. ما يخلوا ما يخلوا حد يرجعهم. يا أخوي إذا تجاي قادمون يا بغداد، ليش سويت رمحت ورجعتهم؟ هذا مشروع كان هذا التناقض السيد صحيح. هذا سيد خلينا نناقش الشيخ. شيخ ليش ما تعاون؟ مخلص وقتك ما كمل يا اخي. بنداوش من تستخدم من تدور على اخويا دزوا واحده بالاستوديو. ثبت الملاحظات. انا مقسم انا سواء ملاحظاتك هذا ثبتت. اولا يقول لك تعال وياي ساعد، خلي ارد عليه وبعدين اسال. قرار بدون مشاركه. خلي ارد، خلي اوضح. اولا من يقول ما جيتوا للجلسه مال البرلمان، أنا ما أجي الجلسة مال البرلمان والله تشاورية، على شنو؟ على خروج قوات أمريكية، بلغناهم قلنا لهم ماكو داعي. السيادة منتهكة. بس أرجوك، يعني هم خلوني أكمل فكرتي. يلا تفضل. قلنا لهم وبلغناهم، وقسم من النواب صار اتصالات ورسائل كتل، قال لهم شنو تشاورية؟ شنو؟ احنا عندنا قرار من البرلمان العراقي بإخراج القوات، شو سوي أجي أتشاور وياك؟ هاي نقطة للتوضيح، لما يقول ليش ما حضرته؟ اثنين من يقول السوداء عادل عبد المهدي طلعوه تشرينين، لا عمي مو هيك الحكي،
احنا لا نقلب الحقائق. التشرينين صارت وطلعت العالم الظاهرات على الفقر على الجوع على الوظائف على غيرها، والرجل هو عنده كاريزما دائما، بوزارة النفط حاط استقالته، بنائب رئيس الجمهورية حاط استقالته برأس الوزراء، قال ما طول الشعب بيرد في مال لها استقالته. من المرجعية ولا يطلع. من الدعم كم صار بيه. ولو ما والمرجعية تدخلت وقالت هاي الحكومة. هو اللي الناشطة اللي أنت تتحدث عنه. ما 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 لا تدخلني فيش. حتى المرجعية دعم التشرين. منو؟ حتى المرجعية. شنو؟ هم راح نذكرها هاي. تخاطب بالأحبة. السوداني نفسه. الأحبة. اي هاي هاي السيد السوداني نفسه قال قال المستشارين ما قال قوات قتاليه بعشرين الف لقائي اليوم بحط لك اياها دائما ما يقول يقول المستشارين انت هو عبد الرحمن ابدا ما جاب خلال هالست اشهر قال قوات قتاليه كله قال المستشارين والتحالف الدولي هاي ثلاث شغلات حتى نروح نغضب بالعالم خلنا الداخل وتقول لي مقاطعة لا ما انت لا ما هذا وضح انت التشريكي اقول لك انا راكب سفينة يا حبيبي التشريكي بس بدك تخلط علي الاوراق انا تقول لي ما تحضر بالجلسة وكانما تسوي انا خان في جلسة رد فعل ما انا صار علي اليوم 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 انا وياك والسيد تناقشت الموضوع تقابلني باكر تقول لي تعال نتناقش بنفس الموضوع ماكو داعي طلعنا بالنتائج وانتهت استعراض استعراض نعم هاي شنو والله نعرف شنو مو قرار من جلسه مشاورية استعراض بروح نواب يمثلون الشعب باوع باوع الفرات باوع انا قلت لك ما يمثلون الشعب بس اكو قرار من استعراض استعراض على شنو اذا ماكو احترام القرارات مجلس النواب اكو تصويت مجلس النواب على اخراج القوات لو ماكو موجود اذا ليش جاي الشاور ليش دا الشاور؟ اكو مستجدات صار شنو المستجدات؟ اكو قرار بيخرجهم القرار صار علي ضربت السيادة هاي قدام المشاهدين العراقيين هاي قدام المشاهدين العراقيين ضربت السيادة خرقت السيادة بقرار من مجلس الوزراء يقدر الحالة اذا يطلعون يقول لا اطلع يطلع والامريكي نفسه قال اذا طلبت الحكومة العراقية مني الخروج راح اخرج ليش ما تطلب الحكومة؟ لان الحكومة عندها بعد نظر تعرف انه الامريكان ممكن باشر عقبه يغدرون بهم موضوع النفط موضوع الدولار هزة واحدة هزتنا حرقت الدولار وخلت العالم تتلاطم لما وقفتها فترة معينة صح ولا لا خلنا نحكي بمنطق احنا نظل انتو احنا انت شريكي انا عندي عامل دولي قوي اللي هو الامريكي والاوروبي انا لا ابوى على جاري اليمنى واليسرى هذا ما يخدمني شيخ انت بما نتأمن بالاطار لو بالامريكي لا انا بابن بلدي بعد ليش ما تجي وياه بموضوع الانسحاب ليش ما اجوا خلي ياخذ قراره هذا حديث صار ما لي دخل بحديثه انا راسي حديثه خلي ياخذ قراره قعدت ثلاث ساعات وياه ما يطيق جواب خلي ياخذ طبعا انا محاور سياسي ثلاث ساعات ما يطيق جواب اللي تريده شنو اللي تريده اجاوبك شنو يعني قاعد اقول لك والله سؤال دقيق انت مع الاطار وإدارة الدولة لو مع الأمريكي أنا مع أي خوش حكي تعبالك أنا حصل أنا ما حصل جايك أنا حبيبي أنا مع قرار الدولة العراقية ما لي شغل الاطار بيناس الان باو عليه حكومه اطاريه باو ها حكومه اطاريه اداره الدوله اذا اتخذ قرارك يلا سير اخذ قرارك سير بطل يلا بس انت ليك تشارك وياي اذا اطاريه انا ما اقدر امشيك شوف 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 هالحكومه اطاريه روح روح يا مخذ قرارك انت شريكي باو انت شريك اساسي وياي اخوي صار علي اساسي القرار وما بي الدوله العراقيه والحكومه الان حكومه انا اعتقد يعني عدها من الرشد وعدها من الهدوء ما يكفي ان تخليها تاخذ قرار بهدوء عندكم خوف من الفصائل بصراحة بصراحة ايه صح موجودة هاي الخوف وشنو اللي تردوه احنا نريد تقوية الدولة ما تسرب من معلومات انا ثمة موقف كردي وسني يتعلق بهذه القضية انه قيل في احد الاجتماعات يجب ان يكون هناك عمل على انهاء وجود فصائل المقاومة والله دقيق والله شوف لا ما راح اقول لك دقيق او مو دقيق زي. الدوله نفسها العراقيه انا اتبع الرئيس حكومه والا اليوم اذا انا ما اخلي اعتبارات الدوله رئيس الوزراء وكقائد عام القوات المسلحه اذا ليش اقعد اقول احنا دوله صح لو لا انا عندي مركزيه المركزيه ما تقول اكو سلاح منفلت تجي لي السياسي يعني تقول لي هل فصائل مقاومه لا انا ما احكي على لك المنفلت عندك بالانبار وبنينه هذا الحكي اخوي هاي شايف الخلفه من يجيب طابوق ويصفط جيب 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 السيد هنا السيد عبد الرحمن هسه يسوي لك هسه قبل ما يخلص اللقاء يقول لك مشتمل ما تسوالف وينك سلاح وينك عمك محافظ اللي انا محمد نور استلمه
وانت يا قائد الشرطه لو يا محمد مؤمن كان هذا زيجني لا وانت للرمادي بالله عليكم اللي يضرب له طلقه واحده ما يشيل ولا نص ساعه نص ساعه ما يطول هاي مال السلاح المنفلت بابا هو ترى اللي بعبك تيجي تذب عليه ما تقدر لان انا عبي فاتحه فانت اذا عندك سلاح منفلت خلي يمك انا ما عندي بس يخوفك هذا السلاح المنفلت ما لا ما يقدر مو يخوفني ما يطب مني ليش؟ لأن الدولة بنفسها والقيادة ما مسيطرة. تجني أنا اللي ما عندي غير القلم وبعدين حق عبد الرحمن ما يعطيني مجال تجني أطمئن. سال عبد الرحمن أنت اليوم موجود الجانب الأمريكي موجود التحالف الدولي وأنا مناطقي تقصف وهدد سلاح المنفرد حاضر وبالتالي شلون تريد تضمن لي الاستقرار إذا ما غادرت هذه القوات بوجود هذه الفصائل؟ عند قلق الشريك من هذا الموضوع. انت شلون تضمن له ها مع انه هذه الفصائل ما جاي تنسجم مع خطاب القائد العام للقوات المسلحه ما جاي تلتزم بخطاب القائد العام للقوات المسلحه يعني شلون ما تريد الشريك ما يلتزم بقرارات مثلا القائد العام الفصائل اليوم ما ملتزم القائد العام المسلح منين احنا جبناه اليوم اداره الدوله والاطار واليوم وضعنا السيد محمد الشاعر السوداني واعطيناه الثقه بس اسمح لي وبالتالي هو شريك اليوم الاخوان العرب السنه والاكراد والشيعه في بناء الدوله مع الاقليات اليوم ما نريد نهمشهم اخواننا. الصراع الاقليمي اللي موجود اللي يتحذرون منه مثلا الاخوان الاكراد بالدليل انطيك فتشي بسيط عن الحكومه وقرارات الحكومه. المحكمه الاتحاديه قبل ايام اعطت قرار بتوطين الرواتب. قرار سليم ما بيه فتشي بمكان ما تقول احد الاخوان القاده في الديمقراطي طلع وياي يقول لي انتم جوعيننا الاطار. قلت له احنا مجوعينكم؟ قال نعم انتم مجوعين الشعب الكردي وتتحملون مسؤوليه هذا الشعب. قلت له خلص هذا القرار راح يقضي على التجويع اذا كان اولادك تجويع. اثنين هل كردستان واربيل ودهوك واسليمانيه مثل البصره والسماوه والعماره؟ اكيد لا. طبعا العمار عندكم والتطور عندكم وهاي نفطات البصره اللي جاي تاخذون رواتب منها العراق كليته جاي ينتعش منها ما بها ثلاث شوارع يمكن مع احتراماتي الى اخونا المحافظ اسعد العيداني تسمح لي يا اخي خلني احكي لك بصوره الاخوان الشركاء العرب السنه اللي دخل للاسف الشديد داعش وما حدث بهم اليوم اصبحت اليوم عندهم نكبه حقيقه لكن الشريك اللي هو اليوم الجانب اللي سكن المناطق الجنوبيه والفرات الاوسط من القوميه واليوم الاداره الشيعيه اليوم قامت وهبت وشكلت براي المرجعيه بتشكيل حشد الشعبي وبالتالي طلع داعش اللي اكثر من 40 50 ما ادري 100 دوله اليوم شاركت بهاي المعركه ضد العراق. مع ذلك اليوم الضمانات ما هي الضمانات، وزير الدفاع سني وزير الداخليه شيعي. زين انت عندك وزير دفاع اليوم من المكون مالك وزير الدفاع ذا يخلي له اليوم فرقه فرقتين في فرقه في الموصل وفرقه في صلاح الدين والانبار ما عندك مشكله بعد لا تخترق الحدود ولا ابد. تعال يا وزير الداخليه تعال ابو الامن الوطني ما عندهم مشاكل، هذه ذريعه. انا ما يصير اتحدث بالذريعه انا من اتحدث اقول اليوم انت شريك اساسي يقول لي لا انا انا انا, أنا انت شوف الشيعة اللي عندك بالاطار خلي صوتون على القرار. اخي انا اريدك وياي اريد نفسك وياي انا القاده مالتي جاي ينضربون قياداتي جاي تهتك يوميا انا صحيح ان يتحمل الرجل الاول في الدوله القرار اذا اريد دوله صحيح مو دوله احزاب منو رئيس وزراء هو يتخذ القائد القرار ويتحمل طيب قرار القائد العام ما حد سواء كان كردي سني شيعي يتخذ قرار اسمح لي اي قائد عام انت ليش ما تعزز الموقف وياي ليش ما الاخوان الكرد يقعدون على طاوله وانا انتخبتك حتى انت تدير البلد يا حبيبي انا انتخبته صار هذا طبعا ظرف كان يمر به البلد تعرفه انت تعرف كانت مشاكل الاطار والتيار الصدري انسحاب 73 مقعد ومشاكل كبيره ويوميا كنا نجي هنا بالقناه مالتك نسولف للصبح بهذا الحكي احنا اليوم نتحدث باليوم امام قضية كبيرة جدا، إذا الأمريكان بقوا وضع العراق راح يبقى مستقر؟ طبعا لا، أكيد لا. وإذا انسحبوا؟ أتوقع يتغير العراق، بالتالي انسحب وجاك داعش؟ شلون؟ مو انسحب وجاك داعش؟ شو انسحب؟ الأمريكي؟ ما انسحب ترى. لا لا الاتفاقية الأمنية اتفاقية النصر لا 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 عنها السيد المالكي ولها يوم يوم السيادة لا لا اسمح لي اسمح لي شو ما انسحب؟ ايش قد انسحبوا؟ قد انسحبوا اعداد ترى 150 الف جندي اسمح لي اي اسمح لي اتفاقيه الاستراتيجي استاذ ابراهيم سفاره بقت مرتكزات المنشات العسكريه مالتهم بقت سفاره راح تبقى قواعد دبلوماسيه بس اسمع ما يخالف يا دبلوماسي اكبر سفاره بالشرق الاوسط يا دبلوماسي من اتهم يا انا لو انت يا معود كلها جنرالات وكلها تخط يا انا اتهم يا لو انت حددنا حددنا بالله انا اتهمهم واتفقت وياهم بس من يضربوني بعد ما اقبل يبقون
ما اقبل. هذا موقف العراق كله. بس للتوضيح ترى وزير الدفاع للتوضيح وانت اخويا وانا بدي احكي وخلي اتحمل مسؤوليه. ثابت العباسي سيد ثابت العباسي اي بصلاحيه انتقال الفرق العسكريه او توزيع الوحدات العسكريه حصرا رئاسه اركان الجيش بموافقه القائد العام للقوات المسلحه. الوزير الدفاع اداريا هاي معروفه. انت تعرف ليش تعطيني وزير الدفاع تخليه اداريا حتى تخليني بالرئاسه وزير الدفاع منك. هسه هذه لا مو استاذ انا بجيبك عليه تقول شنو الضمانات لليوم المكون السني والكرد بقضيه الضمانات بعد خروج الامريكان. طبعا اكو استاذ يعني ابو اربيل يقول لك شنو تضمن اللي ما راح انقصف؟ ها؟ انه ما راح اقصف. هو ابو اربيل دد القصف اربيل لو دد القصف القاعده الامريكيه. ترى القاعدة الأمريكية تنضرب عمي. المقاومة بياناتها واضحة تقول أنا أستهدف اليوم قاعدتين والمنشآت العسكرية الأمريكية. القواعد العراقيات بيهم طائرات. والله العظيم هسه أي قائد من وزير الدفاع يسمعني إلى وزير الداخلية إلى أي قائد القائد العام للقوات المسلحة ما يدري هاي القواعد شكو بيها جو. ما نعرف إحنا قواعد محكمة. شو ما يدري؟ ما يعرفون حبيبي. ما عنده قاعدة بيانات؟ لا لا اسمح لي اسمح لي، نعرف بس فقط الأعداد والمستشارين ورتبهم وكذا. الله وكيلك ومحمد كفيلك. ما يعرفون اليوم العراق أصبحوا بقضية التواجد الأمريكي خطر كبير على كل مواطن اليوم مستقبلا وحاضرا. أنا بالتالي أريد أطلعهم اليوم. أحتاج اليوم الأخوة أنه أنا وياك شركاء بالوطن يا عم. عوف الماضي أنا لا لليوم أريد أقول لك اليوم أنت نعم أنت انضريت اليوم كشريك. والله بالعراق العرب السنة تأذوا يا أخي. بيوتهم راحت ضبلهم داعش انهتكوا تأذوا واصبحوا عتهم نازحين. لكن بالتالي اليوم أكو موضوع مصيري. اليوم الطائرة تطير الأمريكية وتضرب في منطقة مدنية سكنية في المشتل تضرب اليوم قيادي بالحشد. تطلع اليوم إلى مكتب الإعلام مال الحشد زين قريب على وزارة النفط أيضا تضرب قائد من قادتنا. أنا شو أقول اليوم؟ أقول الإخوان الكرد والاخوان العرب السنه خلي يعيدون اوراقهم مع اوراق الاطار. انا في وقفه اخيره معك شيخ ابراهيم. قبل الوقفه انا باسم الموقف سنه العراق باسم سنه العراق وقيادات سنه العراق ندين ونستنكر اي ضربات خارجيه امريكيه دوليه غيرها ضد اي مواطن من مواطنين العراق يمثلون اي طيف من الاطياف نستنكرها وندينها. خلي يخرج هذا البيان من قياداتكم. والله نفتخر به بالله الكريم. انا بقول لك دبر والله انت على راسي انت. الله يسلمك. لكن ثق بالله الكريم يعني ولا بيان ولا أنا بيان. اقبل واحد يجي لي من قاعده جديد لو قاعده الخبر لو من لو من الجريك التركيه بس اخذ منك حقيقة. ما يعطوني ما ليش انا مو قدامك انا انت اخ يا اخي انت يختلف خطابك. لا لا انا اول امثل شيخ خميس وامثل سيادي علنا. بيان واحد هذا اللي جاي تقوله يمثل حديث شيخ خميس. وانا مسؤول عن مثنى عن الاستاذ مثنى السامراي وعن السيد الحلبوسي وعن السيد اسمح لي صالح المطلق وعن السيد اسامه النجيفي وعن رافع العيساوي وعن كل قيادات العراق. ندين ونستنكر اي ضربه للاجواء واختراق الاجواء العراقيه وضرب المواطنين العراقيين. باشر خليني اكمل ونحن مع جلسه خليني اكمل باشر جلسه استثنائيه ونحمل القائد العام للقوات المسلحه مسؤوليه عدم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء باخراج القوات الامريكيه. يلا جاوبني. خلي باشر نسوي جلسه استثنائيه يعني اوضح من هالوضوح. خلي يجينا نواب خميس الخنجر ونواب الحلبوسي والاخوان يا اخي اكو قرار اكو قرار لا اله الا الله يا اخي اكو قرار اكو قرار اكو قرار لا اقوي اليوم رئيس الوزراء القائد العام ما يحتاج عنده قرار مجلس النواب باخراج القوات. استاذ علي انت اعلام ومحاور تعال قول لي اكو قرار غير مكتمل. يعني قرار مجلس النواب مكتمل؟ ما مكتمل ذاك القديم ما مكتمل ما يعتبر. يا عم انت البرلمان كله والحكومه كلها. ايش القرار؟ انت شو تسوي احنا؟ تعال وياي يلا انزل وياي استشاريه اليوم نتناقش بيها. لا احتاج هاي الاستعراضات عندي قرار. استعراضات هم رجعنا على الاستعراضات. عندي قرار حبيب قلبي. لا تخليني مو احنا عندنا هسه بالامريكان جابهم. بس اقول لك عندي قرار هنا حتى نكون كلامنا واقعي ومنطقي. بس بثواني بروح ابوك بعافيتك. عندي قرار مجلس النواب كامل يطلع رئيس الوزراء يقول قرر مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس النواب العراقي على سلطة تشريعية بالعراق باخراج قوات التحالف الدولي. ولذلك قرر مجلس النواب ما يلي: اولا المطالبه من التحالف الدولي الخروج من الاراضي العراقيه خلال فتره لا تتجاوز 3 اشهر. ثانيا ان لم ينفذوا هذا القرار السيادي سوف نتعامل معهم كاعداء. نقطه راس سطر ونشتكي عند مجلس الامن. يلا سويه يقدر الاطار يسوي هسه. قول سويه زين. انا حتى اختم مع حضرتك
الإطار يريد فعلا خروج القوات الأمريكية؟ اختم. لا اريد جواب. ما انا هو هو يطار هو يجاوب. اريدك انت تجاوب حتى انتقل. لا انتقل له. جاوبنا وانتقل له. يريد فعلا؟ لا يريد فعلا. كان كل وفد حضروا بالبرلمان. انا ما يريد. هاي واحد. لا مو قضية. نص تريد ونص ما تريد. هاي واحد. اثنين اللي ما يريدون هم مو المحتل. لا. هم دي ينظرون نظرة بعيدة على انه الامريكان ممكن يضرون اقتصاديا وعسكريا. مو كل الاطار مع قرار الانسحاب. بشكل مختصر. جميل. تمام. مو كل الإطار. لا 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 جزء من الإطار. جزء من الإطار يريد بقاء. يريد بقاء الأمريكا. أنا أشكرك جزيل الشكر. تعبت اليوم. شكرا جزيلا. تعبت اليوم. حلف على يمين اليوم. جزيل الشكر ودائما أشكركم سادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعة. إلى اللقاء.